اهلا يا بنتي، لوين رايحه؟ عندي مقابله على الطابق الخامس. مرحبا يا عم، عندي مقابله بالطابق الخامس. تفضل على المصعد، تفضل على الدرج. بس حبيبتي لوين رايحه؟ والله هذا الشغل مو حلو للبنات. شغل مو عيب. خير ان شاء الله، شو صاير؟ كيف بقدر اساعدكم؟ ما فيها شيء، فحصتها وفي مشكله بالبواجي. هاي الاغراض الك؟ مكتوب انه الشوفير بنت. شو بدي اعمل يعني؟ مش نازلة اليوم، مش نازلة من سيارتك الا لما الاقي لك عريس، وعريس محرز.